السلام عليكم اصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير ان شاء الله، تكونوا باحسن حال يا ربي. اليوم جيت نطلع عليكم فيديو خفيف ظريف، روتين ديالي ديال النهار. فقت فطرت البنيات، صيفطتهم المدرسه، جمعت الدار، ايوا جيت عجنت وجدت الغداء. هذا ما كان هو، قلنا ان شاء الله نحاول نسالي بكري باش نخرجوا نضربوا شي دويره، ندي البنات منين يجيو من المدرسه بحكم ما خرجتهمش هاد الويكاند، كانت الشتاء. قلت اليوم الجو مشمش، نخرجهم نديهم شويه للبارك يلعبوا وصافي. هذا ما كان، وقررت اننا نتغداو ونخرجوا حسن هكا احسن، ياكلوا الماكله ديال الدار مره مره، الا كلاو في الزنقه ماشي مشكل، كتعرفوا الماكله ديال الدار ما كتعوضش. ايوا هذا ما كان الحبيبات ديالي، تابعوا معايا الفلوق ديال اليوم. صافي هنايا درت هاد الفريت في القلايه الهوائيه، ننصحكم البنات اللي ما عندوش ياخذها لانه زاله. انا كنقلي الفريت بلا زيت بلا والو، معلقه ديال الزيت، حيت درت غير الشليضه والزعلوك، البنات ما كياكلوش اكثريه، المهم يستافدوا من البطاطا ومن وصافي. البنات هنا قربت نكمل البطبوط ديالي، ما عجنتش بزاف، درت غير شي سته هكاك باش دغيا نكملهم كيف ما قلت لكم. هذه البطاطا ديالي من بعد ما وجدات ما فايتاش فيها معلقه ديال الزيت البنات، وكتجي زوينه بحال راه مقليه في الزيت. هذه القليه الثانيه صافي، ومن بعد حطيت ليهم تغداو. درت هنايا الزعلوك، ودرت الدنجال المقلي، شويه ديال الحوت، وخضيره سوطي غير بمعلقه ديال الزيت، وشويه ديال الملح، وشويه الابزار صافي، شويه الكمون حتى طابت صافي. والدنجال وما لا يعرفه الزعلوك المغربي كان خصني الزيتون بالحق، ما صافي ما دركتش باش نعاود نصيفط عليه داكشي. المهم غدي هو خفيفه بسيطه، تغداو دغيا، ضربت على مينا دغيا صافي، وخرجنا قلنا هنا كانوا. المهم نخليكم مع النهايه ديال الفلوق، وان شاء الله تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والهلا يخطيكم عليا. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ولي كومونتير زوينين بحالكم، وشكرا بزاف.